السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يومكم سعادة يا رب، وان شاء الله كده متجمعين دايما في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. يومكم حلو ان شاء الله. النهارده بقى وصفتنا حلوه قوي. النهارده هنعمل وصفه خطيره، هنعمل تارت الكوكيز. يعني بدل ما نعمل وحدات كوكيز كده هنعمله كله تارت على بعضه، بيبقى خطير جدا وبيتحشي في النص كمان شوكولاته، فالموضوع بيبقى لذيذ جدا ويستحق التجربه. دي وصفتنا النهارده، وان شاء الله يومنا النهارده يوم السبت اللي انا بستناه من الاسبوع للاسبوع، واكتشفت ان في ناس كتيره برضو بتحب قوي حلقه السوشيال ميديا. فالنهارده هستناكم، عندنا بوست على برنامج العزومه على فيسبوك، وعندنا كمان على بي ان سي على انستجرام، وعلى العزومه برضو على انستجرام، اهو البوست ظاهر قدامنا. ادخلوا بسرعه اكتبوا لنا تعليقاتكم واكتبوا لنا اسئلتكم، كمان ابعتوا لنا تطبيقاتكم علشان نستعرضها مع بعض ان شاء الله، وهنحاول نقرا ونرد على اكبر قدر ممكن من تعليقاتكم باذن الله. وفي انتظاركم كمان ما تنسوش رقم التليفون اللي تقدروا تتواصلوا معنا من خلاله طول الحلقه، ورقمنا هو 02-38-35-227، وفي انتظار مكالماتكم. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ازاي تارت الكوكيز النهارده مع بعض. عندنا ايه للمقادير؟ عندنا النهارده كوبايتين من الدقيق، تمام، دقيق متعدد الاستخدام منخول كويس. هنحتاج كوبايه من الشوكولاته اللي هي الشوكليت شيبس الدارك، وهنحتاج كوباية إلا ربع من سمنة جنة بطعم الزبدة النيوزلندي. كمان عندنا كوباية من السكر البني، وربع كوباية من السكر الأبيض، وبيضاية وصفار بيضة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، والحشوة هتكون شوكولاتة قبلة للدهن. دي مقاديرنا، والمقادير سهلة نوفرها ان شاء الله. هنستخدم فيها النهارده سمنه جنه بطعم الزبده النيوزلندي، ادي العلبه بتاعتنا، طعم جديد لسه نازل، طعم خطير. تعالوا نفتحها مع بعض. تمام، هنفتح زي ما انتم شايفين كده سمنه جنه سهله الفتح جدا، فيها الغطا اللي بنرجع نغطي بيه بعد ما نفتح كده ونشيل الغطا ده، زي ما انتم شايفين كده تفتح بكل سهوله. بسم الله. والغطا ده معانا علشان نرجع بعد ما نستخدمها نغطي بيه، ويبقى مسهل علينا كده، ونحفظ السمنه بتاعتنا تفضل بريحتها وطعمها لغايه ما تخلص خالص. تعالوا بينا بقى نعاير كده مع بعض كوبايه الا ربع من سمنه جنه بطعم الزبده النيوزلندي. حط بس دي على النار كده تسخن، عندنا كده طاسة. عايزاكم تشوفوا بقى معايا كده، بصوا كده يا خبر على الترميلة، بصوا الجمال، شايفين؟ تحفة، وريحتها ولونها تحفة ما شاء الله. هاخد منها بقى كده وعاير كوباية الا ربع. بس كده خلاص اخدنا كميه السمنه اللي احنا عايزينها، اللي هي مقدارها كوبايه الا ربع من سمنه جنه بطعم الزبده النيوزلندي، واغطي بقى واخلي العلبه بتاعتي على جنب لما احتاجها تاني. تحفه. تعالوا ناخد بقى ايه السكر بتاعنا، عندنا هنا سكر بني وسكر ابيض، خدهم الاثنين وارفعهم كده على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، حط لهم بس نقطة مية صغننة جدا. سيبهم شوية عشان يفكوا مع بعض. يبقى احنا بدأنا حطينا السكر، السكر البني والسكر الأبيض، تمام. ولو مفيش سكر بني نقدر نستغنى عن السكر البني خالص ونستخدم كله سكر أبيض، بس هضيف معاه شيل معلقة سكر وحطها عسل أسود، تمام، وبس هيبقى الدنيا تمام جدا.
هستنى كده السكر يبتدي ها يدوب، انا مش هكرمل السكر واديله لون ولا حاجه، انا بس هدوبه شويه كده عشان ابتدي اضيف له السمنه بتاعتنا، سمنه جنه بطعم الزبده النيوزلندي، ومن غير تقليب ومن غير حاجه خالص، انا سايبه السكر كده مع نفسه، بس هحط نقطه ميه كمان، محتاجه هنا نقطه ميه كمان، نقطه صغننه خالص، والميه دي هتتبخر تاني، بس هي هتساعدني على تفكيك جزيئات السكر، وان السكر يبدا كده ان هو يدوب معانا. مش هحط معلقه ولا احط حاجه علشان ما يرجعش يسكر مني، وكمان يشبك كده في المعلقه بتاعتنا، فهسيبه كده لغايه ما يفك. مجهزين مع بعض بيضه وصفار بيضه، تمام، مش هنحتاج البياض التاني كمان. دي بتاعنا دي متعدد الاستخدام، منخول كويس قوي قوي، عندنا البيكنج باودر وعندنا الفانيليا، والحشوه بتاعتنا هتكون زي ما قلنا شوكولاته قابله للدهن. نقلب مع بعض كده السكر، لما احس كده ان السكر خلاص داب كده والدنيا تمام زي ما انتم شايفين، السكر البني طبعا هو اللي مدي اللون ده، احنا ما كرملناش السكر، السكر نفسه هو اللي لونه واخد اللون المكرمل. خلاص حلو قوي الكلام ده، يلا بينا بقى ننزل بالسمنه، سمنه جنه بطعم وريحه الزبده النيوزلندي، هنزلها فوق الخليط. وتعالوا بقى نرفع من على النار. تمام يلا بينا. رفعنا السكر والسمنه من على النار، هبتدي اقلبهم بقى مع بعض كويس علشان تهدى الحراره بتاعتهم. نقلب كويس جدا. هدي بقى ذره ملح بسيطه خالص، لازمتها ايه؟ ان هي بتظهر معانا طعم الحلو بتاعنا، مش كمية طبعا كبيرة، يا دوبك كده ما بين صباعينك كده رشة بسيطة وخلاص. هقلب كده واستنى بقى الخليط يهدى شوية، طبعا احنا حطينا السمنة باردة فهدت الحرارة بتاعت السكر اللي كان بيسيح على النار. تعالوا على بال ما يهدى شوية نقلب الكاكاو، نقلب البيكنج باودر مع الدقيق. تمام ادي نقلب كويس. تعالوا بينا بقى ايه ننزل البيض. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا بيضايا وصفار بيضة، يلا بينا هنزل البيض وسريعا سريعا اقلب. طبعا الخليط خلاص حاسه ان هو برد، فسريعا كده لغاية ما يتلاشى معايا البيض خالص ما يبقالوش اثر وراء الصفار. اقلب كويس، حط الفانيليا، ونقلب بسرعة طبعا. وناخد امنية على التليفون. يا امنية الو، شيف فاطمة عاملة ايه؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ منوره. الحمد لله يا روح قلبي، حبيبه قلبي، انتوا اللي منورين الدنيا والله، تسلمي لي. حبيبتي تسلمي لي، بنتي سيلي عايزه اتكلم حضرتك. اديهاني. بتحبك جدا جدا. اديهاني يا روح. الو الو الو، ازيك يا روحي عامله ايه؟ كويسه.
انت عندك كام سنه قوليلي؟ 4 سنين. 4 سنين يا روحي. رايحه بقى كي جي 1 ولا كي جي 2؟ 1 بقى صح؟ ايه رايحه كي جي 1؟ ايه شطوره. 1 حبيبه قلبي نورتيني، تسلميلي يا روحي نورتوني حبايب قلبي. كده خلاص الخليط السائل بقى جاهز معانا زي ما انتم شايفين. تمام، كان عباره عن ايه؟ عباره عن سكر بني وسكر ابيض، سيحناهم على النار بس وطفيناهم بالسمنه بتاعتنا، كوبايه الا ربع من سمنه جنه بطعم الزبده النيوزيلندي، وبعدين قعدنا نقلي فيهم لغايه ما هدينا درجه الحراره على قد ما نقدر علشان لما نحط البيض ما يستويش. نزلنا ببيضايه وصفار بيضه وقلبناهم كويس، بقوا معانا بالشكل ده. تمام، مستنيين ايه بقى؟ هنطلع فاصل صغير نرجع من بعدين نكمل وصفتنا. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا الخليط السائل بتاع الكوكيز بتاعنا النهارده، وده كان شكله. تمام، تعالوا بينا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. بصوا اهو، ده كان عباره عن سكر بني وسكر ابيض، ساحوا على النار، حطينا لهم بعد كده رفعناهم وحطينا لهم كوبايه الا ربع من سمنه جنه بطعم الزبده النيوزيلندي، وبعد كده حطينا عليهم رشه ملح بسيطه، قلبناهم كويس قوي لغايه ما بردوا، حطينا لهم بيضه وصفار بيضه وقلبناهم كلهم مع بعض، وحطينا الفانيليا كمان وقلبناهم كويس، وكده بقوا جاهزين معانا. تعالوا كمان نجهز يلا القالب بتاع التارت اللي هنعمل فيه النهارده. احنا هنعمل النهارده في القالب ده اللي هو قالب التشيز كيك. تمام، هبتدي اخد ورقه زبده واقصها بشكل دائري على قد كده قطر القالب اللي معانا. بصوا، بنطبق الورقه عشان لو في حد ما بيعرفش يقصها مدوره، هنطبق الورقه بتاعتنا اهو نصين، وبعد النصين 4/4 بالشكل ده، وبعد كده مثلثين كده ومثلثين تاني. خلاص، واخد القالب بتاعي ومن ظهره كده ابتدي اقيس انا محتاجه قد ايه. هنا نص كده القالب اهو. تمام، واجي هنا كده ونقص، ازود بس بتاع سنتي ولا 2 سنتي كده، وابتدي اقصقص الزياده، يبقى معانا بالشكل ده. هاخد بقى الورقه بتاعتي نفردها زي ما انتم شايفين كده، تبقى بشكل دائري، اقصرها شويه عشان هتبقى طويله قوي. وناخد دعاء على التليفون. يا دعاء. الو الو يا دعاء. الو. ايوه، ازيك يا دعاء؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. اخبارك؟ ازيك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وطي التلفزيون شويه يا دودو علشان نقدر نسمعك، وانا بحبك قوي يا روح قلبي. وطي التلفزيون شويه. الو. ايوه، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي حبيبه قلبي يا دودو، نوراني. بصوا، لما تتصلوا بينا حاولوا توطوا التلفزيون، والتلفزيون تسمعونا من التليفون علشان نسمعكم احنا كمان كويس، الصوت ما يبقاش في جاب ما بينه وما بين بعضه. بصوا كده، ادي الورقه اللي احنا قصيناها، دهنت دهنه زيت خفيفه خالص كده في القالب، وسكنت الورقه بتاعتي، وفوقيها كده دهنه خفيفه برضو ضمانا بقى عشان لو الورق ما طلعش قد كده فبرضه نعرف نخرج منها تارت الكوكيز النهارده بكل سهوله. بس كده احنا كده زي الفل، جهزنا القالب بتاعنا. تمام، بقى شكله زي ما انتم شايفين كده. تمام، هاي يلا بينا بقى نعجن بقى الكوكيز بتاعنا. احنا خلاص هنا ده الخليط السايل، هاخد بقى الدقيق. الدقيق كنا ضفنا عليه البيكنج باودر، فهنزله بقى ولم العجينه بايديا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المفروض ان انا اعجن العجينة دي واسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعة. ليه بقى؟ لان لسه العجين لسه الخليط دافي، فده بيخلي معايا الخليط مش متماسك، مش ماسك نفسه خلاص. فضروري ان انا ادخل التلاجة، فطبعا السمنة بتاعتنا لما تخش التلاجة هتتماسك وتجمد، وده اللي هيدينا القوام المظبوط بتاع الكوكيز. تمام. وناخد اسماء على التليفون. يا اسماء الو. الو الو. ايوه مساء الفل. الو. ايوه ازيك يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله يا ست الكل، تسلميك على كل حاجه حلوه بتعمليها والله. ما تحرمش منك يا روح قلبي والله، كلك ذوق. الله يخليك يا ست الكل، الله يخليك. اتفضلي يا سمسم. كنت بس عايزه اسالك عن وصفه التوميه بس. التوميه؟ طب يلا نقولها على طول، خلص التارت بتاعنا ونقولها على طول، اتفقنا؟ تسلميلي يا اسماء، ربنا يخليكي يا روح قلبي، منوراني. بصوا تحفه. اولا العجينه مش بتلزق ولا اي حاجه خالص، لا خالص، محتاج ان هو يرتاح في التلاجة. بصوا القوام طري طري لان لسه سخن العجينه، لسه سخنه. طيب ايه انا اعرف ازاي القوام بتاعها؟ لما لازم تخش التلاجة مش اقل من نص ساعه. تمام. مقادير مظبوطه جدا على فكره. كل اللي محتاجينه ان احنا نحطه في التلاجة نص ساعة علشان نقدر ان احنا نشكل بعد كده، سواء بقى هنعمل وحدات كوكيز نفس المقادير بنفس الطريقة، او ان احنا هنعمل التارت او القطعة الواحدة من الكوكيز. انا هشتغل فيها دلوقتي على طول. تمام. فتعالوا بينا كده ايه ناخد لا يعني هي برضو هتحتاج وقت عشان تدينا النتيجة. لما تحط في التلاجة محتاجة وقت، محتاجة مش اقل من نص ساعة. تعالوا بينا بس ناخد كده العجينه بتاعتنا، هاخد نصها. تمام بالشكل ده. تعالوا بينا بقى نفرد النص ده، طيب كده اقرب اكتر من كده فين؟ تمام. اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بفرد العجينه بتاعتي في ارضيه القالب، وبعمل لها حرف صغير. الحرف ده علشان لما احط الشوكولاته القابله للدهن فتبتدي ان هي ايه ما تلزقش معايا في الجوانب، يبقى في كده حاجه حاجز ما يطلعهاش بره. تمام. بصوا معايا كده زي الفل. خلاص تمام جدا. هرش شويه شوكولاته. تمام. واحاول كده اغرزها فيها، واحط الشوكولاته القابله للدهن، ونكلم ام جوري. يا ام جوري الو. ازيك يا فاطمه؟ الله يخليكي حبيبه قلبي، ازيك عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله. كله تمام؟ عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه يا روحي، منوراني. ربنا يخليك في نور حضرتك دايما يا رب، كده دايما متالقه ودايما منوره حياتنا كده بوجودك والله. حبيبه قلبي والله، يسلم لي ذوقك، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليك يا رب، وتسلم ايدك على التارت الجميل ده. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. يلا جربي وقولي لي رايك ايه. حاضر والله. حاضر حبيبه قلبي، حاضر. تسلمي. بصي يا شيف، هو ينفع اللي هي الجنه اللي هي الخضره ديت اللي هي بتعمل نيوزيلاند دي اعمل منها الدونتس وال بتاع دوت اللي هو السينابون؟ ينفع. لا في حشو السينابون؟ لا في الحشو لا، بس ينفع في العجينه. العجينه تنفع. تمام ماشي يا روح قلبي، نورتيني. تعالوا ناخد بقيه الشوكليت شيبس ونكملها كده، نحطها في العجينه بتاعتنا ونقلبها كويس بالشكل ده. يبقى احنا كده اول طبقه حطيناها، وبعدين حطينا شوكليت شيبس، وحطينا كمان الحشوه بتاعتنا الشوكولاته القابله للدهن. تعالوا بينا بقى ناخد كده من العجينه ونفرد كده بايدينا، ونبتدي نوزع فوق الشوكولاته بحيث ان احنا نغطي عليها تماما. عايزه اقول لكم بقى البسكوت ده او الكوكيز ده بيطلع طعمه خطير جدا جدا، غني كده ولذيذ، وريحته مش قادره اقول لكم ريحته جميله قد ايه. اهم حاجه الحروف بقى نضغط عليها علشان العجينه اللي تحت
تمسك في العجينه اللي فوق وما تخرجليش الشوكولاته القابله للدهن خالص من النص. تمام؟ نبقى بنفرد العجينه كده بايدينا ونوزعها بالشكل ده، وناخد خلود على التليفون. يا خلود الو. ازيك يا روحي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، انا بحبك قوي والله. حبيبه قلبي تسلميلي. معلش يا شيف، هو انا كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي يا نيا. انا كنت عايزه طريقه البارح الشاي بس كده. حاضر، جهزيه يا ريهام. حاضر يا روح قلبي، نورتينا يا خلود. وكده الدنيا تمام. عايزه اقول لكم ان مقاس القالب ده مقاس 20، من 18 ل 20 عشان يطلع معاكي المقدار مظبوط. بصوا كده، انا كده خلاص حطيت كل العجينه. العجينه يفضل تكون ساقعه، خاصه لو هتشكليه وحدات كوكيز كل واحده لوحدها، فعشان تعرفي تشكليها ويطلع معاكي مظبوط جدا لازم يتحط في التلاجة لغايه ما يسقع تماما، العجينه تبرد خالص، فهتلاقي طبعا السمنه وهي سخنه غير السمنه وهي ساقعه، لما بتسقع بتمسك وتلاقي ان العجينه بقت معاكي متماسكه جدا. هتشكليها لو عايزاه تعمليها وحدات، هتشكليها بالسكوب بتاع الايس كريم وتحطي في الصاج بتاع الخبز وتدخليها الفرن. لو هي وحدات صغيره هتشكليها هتخبزيها على درجه حراره 170 لمده 10 دقائق، تمام؟ اما الطرت بتاعنا ده فياخد وقت اكتر، فياخد حوالي 20 دقيقه. تعالوا بينا بقى نحطه في صينيه الومنيوم لان لونه غامق، عشان ما ياخدش الكوكيز معايا او الطرت ياخد معايا لون من الحروف على طول. فافضل حاجه عشان نوزع درجه الحراره كويس ان انا احط في قالب الومنيوم علشان يظبط معايا توزيع الحراره. وتعالوا على الشبكه او على الرف اللي في النص كده، ندخل على درجه حراره 170. انا هظبط بس كده، هنرفع بس الشبكة تبقى في النص عشان يبقى الخبز مظبوط. ويلا بينا ندخل ونسيبه بقى حوالي 20 دقيقة ياخد لون فوق وتحت ويطلع على طول بألف هنا وشفا جنب أي مشروب كده، هيبقى لذيذ جدا. بنشوفه في الكافيهات والمطاعم بيبقى تحفة جدا جدا في التقديم. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير خالص، نرجع بقى مع بعض نشوف فقرة السوشيال ميديا وهتروحوا في أي حتة. مستنياكم. تاني وحطينا طارت الكوكيز في الفرن علشان يستوي زي ما قلنا على درجة حرارة 170، هياخد حوالي 20 دقيقة، ممكن أقل ممكن أكتر على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. كده خلاص، تعالوا بينا بقى نبدأ فقرة السوشيال ميديا المحببة إلى قلبي. فتعالوا نشوفوا ما شاء الله النهاردة أنا شايفة يعني كم تطبيقات خطيرة، فهنبدأ بالتطبيقات. يلا بينا كده، معانا هويدة رجب بتقول لي احلى واجمل شيف فطومه المحترمه الجدعه الذوق جدا، ربنا يبارك فيكي ويعطيك الصحه والعافيه. انا جربت البسكوت بنفس طريقتك وعجبهم جدا، ده البسكوت اللي كان بحبه البركه والسمسم. بصوا الجمال بقى بتاعه. تسلم ايدك والله العظيم، بجد خطير. انا عن نفسي عجبني جدا، ولما عملته الولاد يعني انبهروا بيه وخلصوه على طول ما شاء الله. نيجي الايمان السيد بتقول لي احلى تطريه على القلب بوله الكيك بالمانجا والكريمه من قاموسه ابو حاتي، احلى شيف على قنوات الطبخ كلها. يا روحي تسلمي لي يا ايمان، والله شكله تحفه جدا يجوع. تسلم ايدك يا روحي ما شاء الله. عندنا كمان منى عامر بتقول لي يا مساء السعاده يا احلى شيف، كل عام وانتم بخير وصحه وجميع اسره البرنامج طيبين وبخير، ده العيش وهو في الفرن. بنتي اللي عاملاه بتقول لك ايه رايك وربنا يبارك لنا فيكي ويحسن ما بين ايديكي. اللهم بارك. لا ده انا جاي اخبز معاكم بقى. تحفه يا روح قلبي، تعيشوا وتعملوا يا رب الخير عندكم دايما ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. طيب فراو ميرفت بتقولي تسلم ايدك على كل اللي بتقدميه، ايه الجمال ده، بس بطاطس باللحمه المفرومه سهله وسريعه واقتصاديه، انا خلاص اعتمدتها. الف هنا يا روح قلبي، الف هنا، تسلم ايديكي ما شاء الله. ايه الجمال ده يا جماعه، لا النهارده مبدعين مبدعين.
وفاء السيسي بتقول لي حبيبتي شوف فاطمه ده خبز الدار بطريقه حضرتك اللهم بارك. تحفه تحفه، عامله له وش بيتزا كمان والموضوع ايه لذيذ جدا. عندنا مين كمان؟ عندنا امنيه. يا امنيه تسلم ايدك يا شيف فاطمه، من فضلك انا عملت الكب كيك بالحليب السخن طلع جميل جدا وهش وتحفه، ينفع بقى نفس المقدار اللي هو كوبايتين دقيق وباقي المقادير اعملها في صينيه وتبقى كيك عادي واعملها تورته بدل الاسبونج؟ ومقاس الصينيه يكون كام؟ مقاس الصينيه لو هنعمل كوبايتين دقيق هيبقى مقاس صينيه 24 تمام. ينفع تعمليها بدل الاسبونج؟ تمام، ليها يعني تعملها كريمه وتزينيها والدنيا تبقى زي الفل، بس مش هتديكي نفس الاسبونج بالظبط. بصوا الجمال، تحفه 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 تحفه. ناخد مريم على التليفون. يا مريم الو. الو، ازيك يا مريم عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحبك قوي. تسلمي لي، انا كان بحبك جدا. انا بس كنت عايزه اسلم عليكي حبيبه قلبي. تسلمي لي والله، ما تحرمش منك يا مريم. ليكي اي اسئله؟ البرنامج بتابع البرنامج بتاعك من زمان قوي حبيبتي والله. تسلمي لي ومنوراني دايما يا روحي. حضرتك انا عملت طريقه كيكه الكريم كراميل طلعت حلوه قوي. عشان من ايدك الحلوه يا روح قلبي، الف هنا وشفاء، تعيشي وتعملي يا روحي. نورتيني يا مريومه حبيبتي. تعالوا بينا ناخد ام اياد من القاهره الجديده، بتقول لي احلى بوريك من احلى بطه في حياتي، احبك كتير يا بطتي، وانا كمان بحبك جدا. بصوا الجمال، شايفين؟ تحفه. تسلم ايديكي وعينيكي يا روحي، تعيشي وتعملي لهم. لا احنا مبدعين مبدعين النهارده. وعندنا جيهان بتقول لي احلى تطبيق لاحدى وصفاتك الخطيره جدا وهي المات كيك بالبندق، وتسلمي وتسلم ايديكي ووصفاتك وما شاء الله اللهم بارك. انت ايه اللي مش ملاحقه على تطبيقاتها؟ لا لا لا، عايزاكم كده تشدوا حيلكم معايا. ما شاء الله يا جيجي، تحفه تحفه ما شاء الله خطيره. ريماس عمر بتقول لي استفدت من حضرتك كتير جدا، وكنت بشوفك على السوشيال ميديا قبل التلفزيون، وبجد وصفاتك على رايك تحفه جدا والله. انت كمان ما شاء الله تحفه. دي بقى صينيه رز معمر يا جماعه، انا من عشاقه، خطيره خطيره خطيره. تسلم ايدك. عندنا منيرة ومروان بتقول لي ازيك يا شيف فاطمه عامله ايه، وحشاني جدا، بحبك قوي. المكرونه بالفراخ في الفرن على طريقه حضرتك الجميله بجد تحفه جدا، وبفرح لما بتشوفي التطبيق بتاعي وتعرضيه في الحلقه. بس كده عينيا الاثنين. قمر اللي هي طاجن المكرونه بالفراخ، تحفه. تسلم ايدك يا روحي. عندنا كمان مين؟ عندنا شوف التطبيقات الاول بعدين نخش على التعليقات. عندنا ام رحمه مصطفى بتقولي صباح الفل والياسمين على عيونك الحلوين، ده فطير مشلتت يا رب يعجبك، وتسلم ايدك على كل وصفاتك الحلوه. تحفه طبعا، هو في حد يقدر يشوف الجمال ده ويقول لا؟ تحفه ما شاء الله، احلى فطير مشلتت. تسلم يا روحي. عندنا كمان ميرفت نبيه بتقول لي ازيك يا شيف فاطمه، انا بحبك جدا لانك مبدعه الله يوفقك، دي بيتزا سريعه على طريقه حضرتك، تحفه ما شاء الله اللهم بارك. ايه الجمال ده؟ والله تسلم ايديكوا يا جماعه، تسلم ايديكوا بجد، ما شاء الله. عندنا كمان مين مين مين؟ عندنا ماجده، الله! ماجده محمد بتقول لي السلام عليكم يا شيف فاطمه، انا عملت البسكوت اللي بالحبه الكامله فاكرين؟ وطلع تحفه، وتسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها، ونرجو عمل حاجات اكتر للدايت بدقيق الحبه الكامله. وتسلم ايديكي وعينيكي يا روح قلبي، طالع خطير معاكي، ما شاء الله، اللهم بارك. فاكرين لما قلت لهم انا هستنى تطبيقات البسكوت؟ شطوره يا روح قلبي ما شاء الله عليكي، شاطره يا ماجده. ما شاء الله الحمد لله. دي ياسمين بتقول لي شوف فاطمه، انا ورده اللي بعمل الحلويات دي بس مش عندي فيسبوك، فببعت من عند اختي ياسمين. انبسطت قوي لانك شفتي الحاجات اللي بعتها المره اللي فاتت، وكلامك شجعني جدا. ازاي ما عندكيش بيدج بقى؟ يعني انت تعملي الكلام الجميل ده كله وما تعمليش بيدج؟ لا اعملي بيدج ونزلي عليها، ربنا يوفقك يا روحي، ما شاء الله كل الوصفات شكلها بجد تجنن. تسلم ايدك يا روح قلبي، تسلم ايدك يا ورده. وناخد مدام كريمه على التليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا كريمه عامله ايه؟ الله يخليكي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. كمان كده حضرتك النهارده. تسلمي لي يا روحي.
ممكن اسال؟ اتفضلي اتفضلي. عايزه اسال على الكريم كراميل الجاهز لو سمحت. عايزه تعرفي عنه ايه وانا اقول لك الطريقه بتاعته؟ الكريم كراميل. بصي طريقه الكريم كراميل الجاهز هي بسيطه جدا. بنجيب الباكت نفضيه على كوبايتين من اللبن، تمام، نقلبهم ونرفعه على النار، ومجرد ما يغلي هو كده خلاص جاهز معانا. هنجيب قوالب الكريم كراميل، وبيجي في الباكت العلبه بتاعه الكريم كراميل بيجي معاها صوص الكراميل. هفتحه وافضي في كل قالب شويه منه، وبعدين اصب عليه الكريم كراميل اللي احنا غليناه على النار مع اللبن بدون اي اضافات، ولا سكر ولا فانيليا ولا اي حاجه خالص، وتسيبيهم يبردوا، وبعدين تدخليهم التلاجة بيجمد وبيبقى خطير وطعمه حلو جدا من غير زفرة البيض. تعالوا بينا نشوف مع بعض كده. لسه حوالي من 20 دقيقة، ممكن اكتر شوية ممكن اقل شوية. عندنا مريم بتقول لي السلام عليكم، انا مموت فيكي بجد، تعلمت منك وصفات كتيره. بسم الله ما شاء الله على حضرتك، ادب وفي قمه الاخلاق والاحترام. ميرسي والله العظيم، تسلمي لي بجد. انا بشكرك على كل وصفه حضرتك بتقدميها لينا، ووصفات ناجحه من اول مره. ربنا يديك الصحه والعافيه وراحه البال دايما يا حبيبتي، اللهم امين. احلى دعوه في الدنيا. جربت القرص محشيه سكر وقرفه من حضرتك، واي وصفه انا بعملها بجيب الطريقه من على اليوتيوب. غير كمان انا بتفرج عليك يوميا حتى في الاعاده في التلفزيون، وعلى طول بقول فاطمه بوحاتي سر حياتي، حبيبه قلبي. والله انت اللي حبيبه قلبي، وعامله لنا شاورما تحفه جدا جدا، تحفه. ايه الجمال ده، خطيره. تسلم ايدك يا روح قلبي، تسلم ايدك يا مريم. وناخد ام اروى على التليفون. يا ام اروى الو. ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا روحي، عامله ايه؟ منوره الشاشه. والله منوره بيكوا انتوا، تسلموا لي حبيبتي. خليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله العظيم، الحمد لله. الحمد لله. وانا ممكن اسال حضرتك سؤال بس؟ اتفضلي يا روحي. إيه، انا عندي ابني سنتين. تمام. انا بوديه حضانه وكده، فمحتاجه وصفات تغيير للاكل غير اكل البيت. حاضر، عينينا الاثنين. استنونا الفترة اللي جاية ان شاء الله هنعمل لكم افكار لللانش بوكس كتير علشان تساعدكم ان كنتوا كده ايه تغيروا في الحاجة، ما يبقاش الاكل التقليدي او السندوتشات. ولا تقصدي يعني ولا تقصدي باكل تديله في اللانش بوكس حاجات من بواقي البيت، صح؟ اه. عينيا الاثنين. حاضر حاضر، عينيا. تسلميلي، شكرا، منورانا دايما يا رب، ودايما متابعينك والله. حبيبتي حبيبتي، تسلميلي والله. ايه رايكم ما تيجوا نطلع فصل صغير خالص ونرجع على طول؟ اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. شكل تارت الكوكيز بعد ما بيطلع كده من الفرن بيبقى خطير ولذيذ ومقرمش من بره ومن جوه، سنه كده بيمضغ معانا ويبقى حلو قوي قوي، خاصه كمان ان هو محشي بالشوكولاته القابله للدهن. تعالوا نكمل التطبيقات بتاعتنا، نشوف مين كمان معانا. يا راحت فين؟ نعم. طب يلا ننزل صوابع زينب على بال ما افتح البوست تاني عشان هرب مني. احنا صوابع زينب اللي طلبت ولا بلح الشام؟ بلح الشام، ايوه كده. لا انا مصحصح. مصدعه بس مصحصح. استنوا يا جماعه بقى، في هنا رز بلبن خطير. عندنا السلام عليكم، انا بحب حضرتك جدا، وده رز بلبن على طريقتك، وعملت العيش الشامي والكنافه والكاستر. ورز بلبن بقى وشه متحمر كده، انا بعشقه وشه متحمر قوي. تسلم ايدك يا روحي، تسلم ايدك يا حبيبه قلبي. وعندنا كمان ريهام محمود بتقول لي السلام عليكم شيف فاطمه، كل وصفاتك اللهم بارك تحفه جدا. ايه رايك عملت تورته اللي حضرتك عملتيها في الطاسه؟ يا خبر على الجمال، تسلم ايدك، تسلم ايديكي وعينيكي والله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله يا روحي. ايه كمان، ايه كمان احنا شفنا دول. عندنا ريهام صلاح، رحمة صلاح،
اجمل شيف في الدنيا شيف فاطمه، بنحبك جدا، ودي الكيكه اليوميه على طريقه حضرتك يا شيف من ايد ماما. تسلم ايدين ماما والله، بصي جميله ازاي، الله اكبر، تحفه 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 ما شاء الله، والله بتبهروني بصراحه بتطبيقاتكم. عندنا كمان مين؟ يوسف صوفا، السلام عليكم شيف فاطمه، بحبك قوي، وده الحمام بطريقتك، وتسلم ايدك يا روح قلبي. حمام محمر بقى وشكله حلو قوي، باين معاكوا كويس، تحفه، تسلم ايديك يا روح قلبي، تعيشي وتعملي. وعندنا مين كمان؟ ام معاذ بتقول لي قلبي جربت الكنافه بالقشطه، بجد كان طعمها حكايه، ودي مش حاجه جديده علينا ان احنا نجرب وصفه من وصفاتك القمر ومتطلعش حلوه يعني. بحبك قوي يا قمر، وربنا يسعدك ويسعدك يا روح قلبي، وما يحرمنيش منكم ابدا، دي العشق يا جماعه، كنافه بالقشطه، تسلم ايديكي وعينيكي يا روحي. عندنا ايه كمان؟ يوسف صوفا برضو بتقول لي فرخه مشويه على طريقتك، تسلم ايديكي وعينيكي يا روحي، تعيشي وتعملي. وعندنا مين كمان؟ تعالوا ناخد بقى التعليقات بس، هنا 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 في تطبيقات كتير ما شاء الله ما شاء الله بجد، يعني اللهم بارك، التعليقات كلها تطبيقات. يوسف سيد، مع حضرتك ام يوسف، اخبار حضرتك ايه؟ بجد بشكرك جدا على وصفاتك الجميله، بتبقى بسيطه وسهله نطبقها كمان، اقتصاديه وجميله، وده تشيز بوكيت وبسكوت الحبه الكامله، وكمان صينيه بطاطس بالفراخ، كلهم بوصفاتك، بجد تسلم ايديكي. وده تاني تطبيق معانا للبسكوت اهو، بسكوت الحبه الكامله باين معانا، تحفه، وهنا عملت التشيز بوكيت كمان، فاكرين؟ تحفه ما شاء الله، تسلم ايديكي يا روح قلبي، وعامله صينيه بطاطس بالفراخ خطيره، لا احنا نيجي نتغدى معاكي بقى. تحفه. وناخد ام ريماس على التليفون، يا ام ريماس الو. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، اخبارك؟ الحمد لله في نعمه يا روحي، في نعمه والله، تسلمي لي. بالله عليكي عايزه شيء رقمك يا شيخ انا والله. طيب ارجعي للكنترول وهيسالوكي عايزه ليه ويتعاملوا معاكي ان شاء الله. عندنا بقى ام جوري بتقول لي شيف فاطمه العسل والسكر، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها، وربنا يحسن ما بين ايديكي، وربنا يبارك في عمرك ويخلي لك اولادك ويحبب فيكي خلقه، اللهم امين. حبيبه قلبي انا لسه مكلمه حضرتك من شويه، يا روحي في اول الحلقه، تسلمي يا روح قلبي، نورتيني. عندنا كمان حلبيه بتقول لي فطومه يا قلبي انت بحبك جدا والله، ربنا يحفظك ليا يا رب، ودايما بكون مبسوطه بيكي وبكون مستمتعه جدا في الحلقه معاكي، لانك ملاك نازل. لا والله ما فيش حد على الارض دي ملاك خالص، بس تسلمي لي والله على التشبيه الحلو ده، وروحك طيبه جدا والله، واتمنى من الله ان يكتب لنا لقاء في الدنيا يا قلبي ان شاء الله، ربنا يجمعنا يا رب على خير باذن الله. معلش عايزه وصفه الكراميل ويسلموا، وصفه الكراميل حاضر. ام جنى معانا على التليفون، ازيك يا شيف فاطمه، عامله ايه؟ ازيك يا ام جنى، عامله ايه؟ الحمد لله، بحب الاخبار متابعه حضرتك يا روح قلبي، بحب حضرتك قوي، تسلمي لي والله، كلك ذوق، ما تحرمش منك ابدا. بقول لحضرتك والنبي اتفضلي، انا البسبوسه عملتها بنفس طريقه حضرتك، بس مش عارفه استوت من الجناب ومن النص، عليت كده وما استوتش. عليت؟ بقت عاليه كده، عامله زي الكيكه. عامله زي الكيكه. انت حطيتي بيكنج باودر قد ايه؟ معلقتين كده او معلقه ونص. لا كتير، لا 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 كتير قوي، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر على البسبوسه بس. يعني هي معلقه واحده بس؟ ربع معلقه صغيره. ربع معلقه صغيره. ماشي، هو البيكنج باودر اللي خلاها نفشت. واتفرجي على الفيديو كويس، وان شاء الله تعمليها تاني وتبقى جميله جدا، واتصلي بيا تقولي انك عملتيها. حنين عمر بتقول لي انا اتعلمت منك كتير والله، كنت في المخبوزات بالذات ما بعرفش اعمل حاجه، بس فجاه كده بنتي فتحت القناه، ومنها الحمد لله بقيت شاطره جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بس لو سمحتي عايزه طريقه كرات جوز الهند، ام يقين من السودان. حبيبتي منوراني يا ام يقين، اسم بنتك حلو قوي. طيب هنعملها ان شاء الله كرات جوزة الهند مع بعض ان شاء الله. انا بس كان في كمان حد اتصل بينا وكان عايز التوميه، وقلت لها اقولها لك. التوميه سهله جدا جدا، هنجيب كوبايه ميه،
هنحط عليها معلقتين كبار من النشا، نقلبهم مع بعض كويس قوي وحطهم على النار. تمام، هقلبهم على النار، هتلاقي القوام بتاعها تقل كده قوي، وهتحطي معاهم وانت بتقلبيهم كده على النار حوالي 4-5 فصوص من الثوم. قلبيهم على النار لغايه ما النشا يستوي، هيبقى تقيل قوي لان احنا حاطين كميه نشا على كوبايه ميه، كميه نشا كبيره. تمام، بعد كده هشيلها من على النار واسيبها تبرد خالص. بردت خالص النشا بالثوم بالميه دول، هبتدي اخدهم بقى في الخلاط، احطهم في الخلاط واجهز كوبايه من الزيت وافتح الخلاط. وما تنسيش هنحط كمان معلقه خل معاهم، هنحط كمان حوالي نص كوبايه مثلا من الزبادي او المايونيز المتاح عندك. اضربيهم في الخلاط كويس جدا، وافتحي بقى الغطا اللي فوق ده بتاع الخلاط، مش الغطا الكبير، بقى فيه في النص غطا صغنن، هنشيله ونبتدي ننزل الزيت اللي هي كوبايه سرسوب رفيع جدا جدا، ماشي، مع استمرار الخفق بالخلاط لغايه ما تلاقي القوام بقى ايه تماسك كده وبقى بيلمع كده وتوميه توميه يعني. هتحط لها كمان رشه ملح بسيطه، معلقه صغيره من الملح ورشه سكر بسيطه. تمام، يبقى نحط رشه ملح، رشه سكر، معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من الخل، نص كوبايه مايونيز او زبادي المتاح عندك، مع خلطه النشا اللي احنا عملناها كلهم هيتضربوا في الخلاط. ننزل عليهم بكوبايه من الزيت، وممكن ما تاخديش الكوبايه كلها، انت تنزلي بس والخلاط شغال سرسوب رفيع لغايه ما تلاقي القوام بتاعك بقى مظبوط جدا جدا. وبعد كده لما بتبرد كمان بتتقل اكتر. هبص بس كده الفرن اخباره ايه. لا لسه شويه ومعانا مدام ناديه. الو الو مدام ناديه. ايوه ايوه مساء الفل. هل ايوه مساء النور، مساء الورد، مساء الجمال كله. الله يخليكي، تسلمي لي، انا بحبك قوي والله، وبمتابعه حضرتك من زمان قوي، من اول ما طلعتي هوا. حبيبه قلبي منوراني، انا بحبك قوي والله يا شيخ فاطمه، بحبك قوي، بحب ذوقك وبحب ادبك وبحب اخلاقك العاليه. ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي والله. والله بحبك قوي يا شيخ فاطمه، بحب ذوقك واخلاقك العاليه. حبيبتي تسلمي لي، يا رب يخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك، اتعلمتي منك كتير. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك خالص والله العظيم، نورتيني حبيبة قلبي، تسلمي لي يا مدام نادية والله، كلك ذوق، ربنا يعزك ويحفظك يا روحي. تعالوا بينا بقى نكمل، معانا وقت لسه يا أستاذ حمدي صح؟ معانا 5 دقايق. والله طب الحمد لله، ده ربنا مبارك. لا ومعانا مدام نادية بتقولي أحلى شيف أنتي، ربنا يخليكي ويسعد أيامك كلها، ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي. ملك بتقولي يا صباح الفل والسعاده يا احلى شيف فاطمه، انا عندي 14 سنه وجربت كيك الزبادي اللي حضرتك عملتيها وبجد كانت تحفه، تسلم ايد حضرتك، تسلم ايديك انت يا روح قلبي، وتعيشي وتعملي يا رب. نور الرحمن حبيبتي يا شيف فاطمه، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب العالمين ويبارك في عمرك، وتعلمنا منك كل حاجه، ادب واحترام واخلاق واكل حلو كمان، ما شاء الله تبارك الله عليكي يا حبيبتي، ربنا يديمك فوق راسنا، وبموت فيكي يا قمريه، والله انا اللي بموت فيكم وفي كلامكم الحلو ده. سلمى شقير، انا سلوى من السودان، بسلم عليكي وانا بحب كل شيء انت بتعمليه، وبحب كتير وبحبك كتير يا احلى شيف، الله يخليكي لينا ويخليكوا ليا، وبحبكم جدا جدا. كده حد جايب سيرتي. تمام، خير الحمد لله. ريم بخيت، انا زي الفل. ضحكونا وشرقونا. ريم بخيت بتقولي احلى شيف في الدنيا، عاوزين افكار لانش بوكس سريعه وسهله ومشبعه وصحيه. حلوه قوي، حاضر عينيا الاثنين، استنوا الفتره اللي جايه ان شاء الله افكر لكم في حاجات كتيره حلوه ونعملها باذن الله. لولا عز بتقولي مساء الخير على اجمل شيف في الدنيا، كل سنه وحضرتك طيبه وبخير، انا بحبك جدا ودايما بشوف فيك الحنيه اللي انا محرومه منها، وبتمنى اشوف حضرتك جدا. حبيبتي ربنا يجمعنا على خير يا رب، وربنا يعوضك يا حبيبه قلبي في كل اللي حواليكي، ربنا يرزقك كده بناس حنينين وطيبين، عشان بجد الحنيه دي ممكن تكون احسن صفه في البني ادم، انه يكون حنين.
بجد حرفيا الحنية دي يعني أساس بني آدم. حنان عادل بتقولي شيف فاطمة ربي يحفظك ويصونك ويبعد عنك شياطين الإنس والجن، اللهم أمين، ويجعل سيرتك بين الملائكة والعباد، اللهم أمين، ويقر عينك ويجعل زوج من خير عباده، ويديم عليك نعمه كلها ظاهرها وباطنها، ويدخلك الفردوس أنت وأنا وأحبابنا، اتعلمت من حضرتك كتير. يا حنان، أنا حسيت الدعوات قوي، يعني حسيتها ودخلت قلبي. ربنا يا ربي يتقبلها منك ويجعلك المثل وزيادة، اللهم أمين. حبيبتي حنان والله ما تنسينيش في دعواتك دايما يا حنان بجد. ماشي، مين معانا؟ معانا مين؟ مين معانا؟ احنا معانا تليفون؟ ايوه يا شيف فاطمة، اهلا وسهلا، مين معانا؟ انا ام هشام. ازيك يا ام هشام، عامله ايه؟ حبيبتي الحمد لله ربنا يخليك. انا بحب حضرتك جدا، ومعايا ابني كده هشام 9 سنين، انا عايز اتكلم حضرتك. ينور يا هشام. ايوه مع حضرتك يا هشام. الو، ازيك عامل ايه؟ هشام. ايوه ازيك عامل ايه؟ انا بحب حضرتك قوي. ميرسي يا حبيبي، انا كمان بحبك قوي. عامل ايه؟ الحمد لله. ها، داخل سنه كام السنه دي؟ سنه ثانيه. يلا بالتوفيق، ان شاء الله هنذاكر كويس. يلا نشد حيلنا بقى من اول السنه. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يفرح ماما بيك يا رب ويجعلك كده بار بيها باذن الله. وعندنا مين بقى؟ عندنا ام كيان. ممكن وصفات بنتي 7 شهور، وشكرا ليكي بجد، بحبك 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 كتير والله العظيم. تسلمي لي. حاضر، عينينا الاثنين. ام تالين بتقول لي ازيك يا شيف فاطمه، انا بحبك قوي والله ومتابعاكي، وعملت البسكوت وكان جميل جدا، بس لما سبته شويه ليه طري مش عارفه. طيب البسكوت اول ما يبرد علشان ما يطراش لازم يتحط في علبه معدن ويكون ليها غطا محكم، يفضل معاكي مقرمش لغايه اخر واحده. بس كنت عايزه اعرف ده بسكوت ايه اللي انت عملتيه. لا احنا جاهزين. معانا منى بتقول لي السلام عليكم، انا بحبك قوي يا شيف. سؤالي هو الدقيق بتاع الفلاحين اللي هو دقيق الغله، غله مطحونه يعني، عندي منه كميه، ممكن استخدمه في ايه؟ وينفع للمخبوزات والبيتزا والباتيهات؟ ينفع، بس هتبقي محتاجه في بعض المخبوزات انك انت تحطي عليه دقيق زيرو علشان يديكي اللي عارفه اللي هي ايه، المطه الحلوه بتاعه المخبوزات. بس هو ينفع جدا في حاجات كتير قوي، وبالعكس ده هو صحي قوي قوي. دقيق الغله اللي هو دقيق الحبه الكامله. لا يعني عيب عليكم بقى. ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى كده معايا، خلينا هنا علشان تبان معانا اكتر. بصوا الجمال، بصوا خطيرة، وجواها بقى الشوكولاتة بقى سايحة، والدنيا بقى يعني بجد تحفة، ريحتها كمان حكاية ما شاء الله. دي اللي احنا عملناها مع بعض على الهوا. طيب نكمل، اتعملت كده واتعجنت قدامنا حتى ما ريحناهاش في التلاجة ولا حاجة، طالعة قدامكم زي الفل. بس خلي بالك لو هتعملي كوكيز من نفس العجينة بتاعتنا اللي احنا عملناها النهاردة من غير حشوة بقى بالشوكولاتة، وتعملي وحدات عشان تديهم مثلا الولاد في المدرسة، او تعمليها وحدات كده عشان تاكلي بيها، تاكليها جنب اي مشروب، فلازم تريحي العجينة مش اقل من ساعة في التلاجة، تلاقي العجينه مسكت نفسها كده، وتحطيها بقى بالسكوب بتاع الايس كريم وتسويها، ومش تاخد منك وقت في التسويه. دي طولت معانا شويه علشان هي طبقتين، اما البسكوته لوحدها فهتاخد منك 10 دقائق بس في الفرن، وطلعيها علشان تبقى مستويه كده ومقرمشه من بره، ومن جوه كده فيها حته بتنضغ معانا شويه. عندنا علاء عبد الحفيظ، ازيك يا شيف فاطمه، انا رانيا علاء، عامله ايه؟ انا بشكرك جدا، ربنا يبارك فيكي ويحفظك ويديمك نعمه، انا بحبك قوي وبحب كل الوصفات اللي حضرتك بتعمليها، وشكرا جزيلا. جانا عمر، لا معلش، اخر كومنت، ربنا يعزك يا استاذ حمدي، بتقولي انا بحبك قوي قوي يا شيف، وبحب بنت حضرتك الصغيره، ربنا يخليها لك.
ربنا يكرمك. انا مش عارفه هي قصدها مين، قصدها حبيبه ولا رودي، لان في كتير بيفتكروا ان رودي بنتي، بس ايا كان انت قصدك على مين ربنا يبارك لي فيكي يا حبيبه قلبي وتسلمي لي على ذوقك. خلصنا حلقتنا، الحلقه الجميله اللي ما بحبهاش تخلص بصراحه، يعني ببقى نفسي اطول معاكم جدا. ما شاء الله التعليقات النهارده كتير قوي، والتطبيقات اللهم بارك خطيره وكتيره وتحفه. تسلم ايديكم وتسلم عينيكم، ودايما متابعين ودايما كده جوه قلبي وحته مني، والله نورتوني واسعدتوني. ميرسي لدعواتكم الحلوه، ميرسي يا حنان بجد على الدعوات اللي قلتيها، دعواتك رشقت في قلبي، ربنا يبارك لي فيكي وما تنسينيش دايما في دعواتك. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا فيها تارت الكوكيز تحفه جدا، عملناه بزبده او بسمنه جنه بطعم الزبده النيوزيلندي. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، تكون الحلقه كلها نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم تاني ان شاء الله، وهستناكم بقى يوم السبت الجاي باذن الله. تابعوا الاسبوع كله عشان نعمل الوصفات ان شاء الله، معنا وصفات حلوه قوي طول الاسبوع. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.